معايا الاستاذ تامر الخشاب. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد. خطفتنا انت النهارده يا تامر بشكل صعب جدا، والناس في القاعه ارتبكوا وبدانا نقول لك الله في ايه وبتاع، والراجل ده هيقلب الترابيزه وهتبقى المشكله. قول لي بقى كواليس ما جرى اليوم ايه؟ كنت عاوز بس اخلي الرساله توصل بدون ما احرقها عشان الناس ما تبقاش عندها استعداد انه يشوف فيديو مفبرك. انا عايز اقول له ان انت يعني دلوقتي هتشوف فيديو هتصدقه جدا. فما كنتش عاوز اقول له تعالى اوريك طريقه عمل الفيديو ده ازاي، لا كنت عايز اوريله فيديو يتخدع فعلا فيه. وكمان لان كان النهارده زي ما حضرتك شفت كان في الجلسه، يعني كان اساتذه الاعلام في مصر كلهم كانوا موجودين، فكنت برضو حابب اقول ان حتى اساتذه الاعلام برضو ممكن بالظبط. يعني انت قلت للرئيس فجاه انا وانا بصور لقيت فيه مشاكل ولقيت فيه حاجات غلط في المشروعات، فانا صورتها وعايز اعرضها عليك بغرض انك لازم الناس دي تتحاسب. يعني انت دخلت الدخله دي. وهي كانت مخاطره لان انا ما كنتش عارف هل كده ممكن الجلسه تتلغي، بس انا يعني قلت لازم تطلع بالشكل ده، لازم يعني قلت نعمل الموقف ده على الهوا على اساس ان الناس تتفاجئ. يعني دي فكره خالصه 100%. انت عارف عصو الناس هيقول لك ايه، لا عصوها تمثيليه ولا اتعملت ازاي وبتاع وجت ازاي، عشان كده بقول لك ايه الكواليس. لا 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 مش تمثيليه ولا حاجه، انا مجهز الفكره دي جوايا، بس يعني انا عايز اعملها كده، انا عايز اطلعها كده، عاوز اخلي الناس تتفاجئ، انما ما كانش فيه يعني اقصد اتفاق مسبق او كده يعني خالص. انا بص ده شعورنا، لانه العدد من اللجنه المنظمه كانوا واقفين في اقصى يسار القاعه بالنسبه لنا ويمينها بالنسبه لك، كنت قاعد على المنصه. انا ما رضيتش ابص النظرات اللي انا عيني جت عليهم، يعني انا عيني جت عليهم وحسيت ان هم مسلمين امرهم لله، وهو بيبعت واحد عشان ياخد الفلاشه منك. يعني انا تابعت ده، يعني هم انا حسيت ان هم استسلموا، قالوا له يلا روح هات الفلاشه اما نشوف اخرها ايه. طيب انت ردود الفعل يعني بعد ما الجلسه رفعت، ردود الفعل كانت على اللي انت عملته ايه؟ والله الناس اتخضت، يعني كل الناس قالوا لي انت خضتنا، بس انت فعلا وصلت لنا رساله كده احسن، انها وصلت لابعد مدى كده، يعني رساله جابت اخر المدى ان احنا فعلا صدقنا، احنا فعلا صدقنا، وهو ده اللي انا كنت عايز اوصله، انك هتصدق اي فيديو هتشوفه وهتصدقه حتى وان كان مصنوع مفبرك مش حقيقي. صحيح. انا عارف بسان. انا عارف انك طالع هوا على اكسترا النهارده مش كده؟ اي فعلا. طيب ما تفضي نفسك بكره وتطلع معانا كده برضو لمزيد من اتشرف القائد والله طبعا اتشرف. طيب. مش هلاقي احسن يعني من كده، ربنا يخليك. عندي في ممبر اعلاني تاني بقالي يومين يعني قبل المؤتمر. طيب. والله العظيم. طيب أوه. عموما احنا هيبقى لنا نصيب، لانه احنا عاوزين نشرح للناس برضو، انا عارف انك ده هيحصل النهارده، لكن محتاجين اكبر عدد من الناس يشوفوا ويقارنوا الفيديو بيتصنع ازاي وايه الحقيقه وايه الكذب. انا بشكرك جدا الزميل العزيز تامر الخشاب الحقيقه، لانه النهارده قال للرئيس انا بنزل اصور وفي مشاكل في مشروعات تحديدا في الاسكان الاجتماعي، وجاب زي ما حضراتكم شفتوا المباني بتاعه الاسمرات وفيها يعني شروخ وفيها انهيارات، وبعدين عرض بعد كده بالفيديو حقيقه المكان وبيتعمل ازاي عن طريق الفوتوشوب. المسائل سهله كتير، فكان الحقيقه نجم من نجوم المؤتمر الوطني التام للشباب النهارده. طيب خلينا نقرا بقى مش نسمع الرسائل اللي الرئيس كان عايز يوصلها. اول رساله قال نصا كده زي ما حضراتكم هتشوفوا، قال عندكم خيار من اتنين، يتسلموا لهم حكم مصر يتقفوا ضده، هيفضل الصراع بيننا وبينه. عايز اقول لحضراتكم دي رسالة اللي احنا لازم نبقى مستوعبينها. في يا جماعة فريقين بالفعل، والفريقين دول مش احنا اللي عملناهم، انت شعب طلع بثورة يصحح بها خطأ حصل باختياره لهذه الجماعة، ما استجابتش الجماعة واصرت وقتلت الناس. خلي بالكو الاخوان كان عندهم ثنائية، يعني يحكمكو يعني يقتلكو، هم وصلونا احنا لثنائية انه يا اما نسلمهم حكم مصر يا اما نقف ضده.
تسلمهم حكم مصر، عايز اقول لك انك تدخل في عصور من الظلام والانتقام والقسوة والعنف من جماعة لا تعرف الرحمة وما تعرفش ربنا. يا اما نقف ضدهم، مش نقف ضدهم بانه الجيش يبقى واقف بس على الحدود، او رجالة الداخلية يبقوا موجودين لتأمين الجبهة الداخلية وايضا المشاركة في الحرب المباشرة على الارهاب، ولكن نقف احنا كمان ضدهم، لا تمنحوا فرصة ابدا انه لا يشكك ولا يضلل ولا يزيف، وتبقى واثق جدا من مشروعك انت اللي هو مشروع 30 يونيو.